تعتبر وزارة التربية من أكثر الوزارات التي تعاني من مخالفات وقرارات ووعود الحكومات السابقة، وقفات احتجاجية، اعتصامات، شعارات، كلها تصب في خانة واحدة وهي المطالبة بالحقوق لا غير. تنسيقية القيمين المتعاقدين نفذت وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية للمطالبة بحقوق منظورها. السنة دخلنا معنا على أساس أن دخلنا مش تكون تصويت الوضعية في سبتمبر، خاطر صار اتفاق تصوية المتعاقدين بوزارة التربية بما فيهم زملائنا مشدين تطبيقين التربية، زاد هما كيفنا نفس الوضعية، هما أعوان مخابر المتعاقدين مشدين تطبيقين التربية، احنا ما يقارب 970 متعاقد بوزارة التربية. هنا وزارة التربية تقول ثم وضعية مالية صعيبة، لا مش صحيح، لأن وزارة التربية في كل سنة دراسية تسوي وضعية ما يقارب 5000 ما بين معلمين نواب وأساتذة نواب، معناها جات حبست كان في القايمين المتعاقدين والمرشدين المتعاقدين، معناها هذه حقرة. سيد الوزير هذا يخرج في التلفزي يقول كلام بعد يحكي معنا هنا شاد كان أصبروا، إلى متى هذا الصبر؟ تصور احنا نخدموا بلاش، طوع عنا ما يقارب 7 أشهر ما خذيناش حتى دوره، نخدموا الكونترا يوفى لو 30 جوان وتعاود تجدد العقود، شنو معناها؟ هذه عقود عبودية، ما عادش حشتنا بالوضعية هذا. احنا نلتمس ونطالب ونطلب من الحكومة هذه أن تسوي الوضعية متاعنا.